يزيد ابن معاوية. أصلا يزيد من رباه؟ ربته أمه ميسوم بنت بحدل طليقة معاوية، لم تحب معاوية، قالت له أريد أن أعود إلى أهلي، أريد أن أعود إلى أهلي، هناك أفضل لي من قصرك ومن هذه الفخفخة، طلقني. فعاش يزيد مع أمه أيها الإخوة عامة حياتي مع أمه، لا يأتي دمشق إلا قليلا ولماما، وهناك تربى على أيدي النصارى أيها الإخوة المشارقة، كما يذكر المستشرقون أنفسهم، هذه حقائق. وابنه خالد بن يزيد معلمه كان نصرانيا كبيرا، ومستشاره وهو الذي أشار عليه بعزل النعمان بن بشير أيها الإخوة عن الكوفة، وتولية عبيد الله بن زياد بن أبيه، سرجون يعني السيرجون، سرجون العرب يسمونه إيه؟ سرجون، سرجون هذا المشهور، وتعرفون ابنه يوحنا هذا كان مستشار أبيه وصار مستشارا له، وقال له لو كان معاوية حيا وأمرك تأخذ بقوله، قال آخذ، قال فأنا أقول لك اعزل النعمان وولي الكوفة عبيد الله ابن زياد، لأن عبيد الله هو الذي سيأتيك برأس الحسين، هو الذي سيقضي على هذه الحركة وعلى هذه الثورة. فأخذ مباشرة، أخذ مباشرة. يزيد من رباه؟ رباه أهل أمه إذن أيها الإخوة. بعد أن مات أبوه، بعد أن مات معاوية أيها الإخوة، أتى وقد مات معاوية، قيل بعشرة أيام، لم يكن موجودا في دمشق أصلا، فوجد أبوه قد قبر، فصلى على قبره، صلى على قبره أمام الناس أيها الإخوة.